هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. اليوم ما كنتش غادي نفيلمي حيت كان ماي تشيل داي، وباش نبقى في الفايب ديال تشيل داي بقيت بالاوتفيت ديال تشيل داي. فهاد لا فيديو بغيت نخرج شويه من داك الفايب ديال القضايا والجرائم والاختفاءات وداك الشيء، واخا انا كيعجبني داك الشيء اي لاف ات، ولكن غنديروا اليوم واحد لا فيديو مختلفه حيتاش كان خاصني ندير هاد الفيديو هادي. دبرت لكم على شي قنوات ديال يوتيوب غريبين، شي وحدين من موراهم شي سر عجيب، وشي وحدين عندي احساس انني ما غنسالي هذا الفيديو حتى نضربها في التكربيه عالمي. وي هادشي كله كيتحرك. بلا ما نطوع عليكم، الا كنتو ريدي ليتس جو. اول يوتيوبر غادي نبداو بيه هو دان سيلي، والقناه ديالو سميتها دان سيلي. اول فيديو ديال هاد القناه هادي فيه 3 ديال السوايع ونص، وسميتو اي ويل سون جراب ويمن، يعني قريب غادي نشد العيالات. غير سميت الفيديو بوحدها كافيه باش انكم تقولوا هذا. غادي نحلل معكم شويه هاد لا فيديو هادي. اول حاجه هي ديسكريبشن اولا صندوق الوصف، كتب فيه شي حوايج غريبين وعجيبين، كتب فيه التكست على قدو، وهادو شي حوايج من داكشي اللي كاتب في صندوق الوصف ديالو. المهم في الفيديو ديالو قال بانه اوت شوبينغ فور ويمن، يعني خارج كيتقدى العيالات، وهز الكاميرا ديالو وكيصور في البنات والعيالات، واخا شي وحدين كيقولوا ليه لا ما تصورنيش حبس، كيبقى يصورهم ما كيتسوقش. وحده قالت لي ما عندكش الحق تصورني، قال لها شكون انت اصلا لا تعطيني الحق باش نصورك. وشويه بلا حشمه بلا حياه غادي يبدا يزيد فيه، وغادي يبدا يزومي ليهم على البارتس ديالهم العجيبين، يعني على شي بلايص اللي ما خصوش يصورهم. وداك الفيديو ديال 3 السوايع ونص كيمشي من غريب الاغرب الاغرب الاغرب، ايوصل لواحد اللقطه اللي غيبدا يصور بنات صغار اللي خارجين من الكوليج ولا البريمير ولا ما عرف كاع منين خارجين، يعني بنات ما عندهمش 18 عام، وحتى هما كيهضر معاهم وحتى هما كيصور لهم شي بارتس ديالهم اللي ما خصوش يصورهم. وهنا قلت ما يمكنش هذا سيكوبات من درجه يوتيوبر. فاش كنتعمقوا شويه في الماضي ديال دان سيلي غادي نلقاوه اسود من داكشي اللي كنا كنتخيلوه. 2017 دان سيلي تشد في الحبس حيت اغتصب مينور، يعني اغتصب بنت ما عندهاش 18 عام. وما تسولونيش كيفاش داروا تلقوه، حتى انا صراحه ما عرفتش، حيت قلبت على هذه القضيه هذه ما لقيتهاش، ما عرفتش علاش مازال ما مشدود في الحبس، واش حكموا عليه غير بعام، واش حكموا عليه بغرامه، ما عرفتش شنو داروا معاه صراحه، ما لقيتش كاع هذه المعلومه هذه. ولكن عرفتوا انه داروه بداك السجل ديال هاي ريسك سكس اوفندرز، يعني المغتصبين اللي كيكونوا بخطوره عاليه. وكنصور راسي شنو غنستافدوا حنا من داك السجل ديال المغتصبين اللي عندهم الخطوره عاليه، الا نتوما اصلا كتلقاوهم لينا في الزنقه، واش حنايا غنبقاو نمشيو نسولوا الناس واش اخويا انت مغتصب كاين في داك السجل، كيفاش نعرفوهم حنايا؟ يعني هادوك خصهم يكونوا في شي مركز ولا تشدوهم في الحبس ولا دبر راسكم معاهم، ولكن ما تلقاهمش في الزنقه. بالنسبه لي انا الا تلقتيه في الزنقه فهداك السجل ما كيبقى عنده حتى شي معنى، حيت ما كنستافدو حنايا والو. المهم من مورا هاد الفيديوهات هادو عاود السيد تشد على ودي التحرش، وفاش تشدو تلقوه هو يغبر، ما بقاش كيدير الفيديوهات، القناه ديالو حبسات، ولا غيسحب لنا القناه ديالو حبسات، حيت هو سد ديك القناه ولكن حل قناه اخرى، وغيبدا يبوستي فيها شي عجب كريبير من داك العجب اللي كان كيحط، يعني خطر من داك العجب اللي كان كيحطو اغرب من الفيديوهات ديالو السابقين. وهاد القناه هادي باقا لحد الان كاينه، ومن اغرب الفيديوهات اللي حط في هاد القنوات نقول لكم العناوين ديالهم غادي تصدموا. بنت عندها 15 عام عطاتني ناكل وشافت ليا نيشان في عينيا. فيديو الثاني شفت بنت عندها 14 عام كانت المنطقه ديال الحساسه لتحت مدوره. الفيديو الثالث كيفاش تقدر تزوج بنت عندها 14 عام. الفيديو الرابع كل راجل خصو يتزوج بنت عندها 14 عام. قنعوني عافاكم ان هذا ماشي بيدوفيل، وما خفيه كان اعظم، نخليكم تزيدوا ديروا لي ريشيرش ديالكم الا بغيتوا تشوفوا اكثر على هاد دان سيلي. حاليا هو حر طليق وعايش حياته بحال لا مخصو حتى شي خير. الثانية سميتها ديفيد سارتيزن، وهاد القناة هادي في المدة ديال عامين تحطوا فيها 8431 فيديو. إلا قسمنا 8431 على عامين كيعطيونا 11 فيديو تقريبا في النهار. غتقولوا في راسكم شكون هذا اللي عنده الوقت أنه يحط 11 فيديو في النهار؟ هاد الفيديوهات هادو اللي كان كيحطها ديفيد غرابين بزاف بزاف بزاف، حيت كانوا فيديوهات من نفس الأنجل من نفس القنت، يعني بحال السيد ديما جالس في نفس البلاصة، أولا بالأحرى متكي في نفس البلاصة، حيت بان أنتم
كتشوفوا هذا الانجل هذا بحال شي واحد مسكيف ناموسيته وكيصور التلفازه من الفوق. والغريب في هذه القناه هذه هي ان الفيديوهات كاملين كانوا كيتشابهوا كاملين ديال التي في بروغرامز ديال شي برامج تلفزيونيه كيبقى يصورهم. كل فيديو كيكتب السميه ديال البرنامج اللي كان كيصور. وهذه القناه هذه طاحوا عليها شي ناس وبداو كيتسائلوا كيفاش هذه القضيه ديال هذا السيد هذا. اي واحد غادي يشوف هذه القناه غادي يقول بان هذا السيد هذا كيبقى ناعس النهار كامل داكشي علاش كيصور. وهنا كتقول واش السيد مريض واش دينو بزز واش 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 بزاف ديال الاسئله. ومن بعد عام وهو كيبوستي في نفس القناه من نفس الانجل فجاه غادي يبدل البيت وغادي يمشي لبيت اخر. وفي داك البيت كنشوفوا دوك الخوامي اللي كيديروا في السبيطارات. وهنا غادي نعرفوا بان فعلا هذا السيد هذا في السبيطار ويمكن كان مريض ودابا تزاد عليه الحال ودوه للسبيطار ولا شي حاجه. المهم السيد يمكن ما كانش كينوض. وفجاه ديفيد غادي يختفى وما غادي يبقى يحط والو. وهنا الناس غيتقسموا لجوج ديال الجروبات. الجروب الاول غادي يبدا يقول بان ديفيد صافي ولا مزيان ولا كيخرج ورجع لحياته العاديه. والجزء الثاني غادي يقول بان ديفيد زاد عليه الحال ومات. ففعلا قلبت على ديفيد سارتيزن في جوجل وشنو غادي نلقى. لقيت هذا البوست هذا ديال اختو يمكن ولا شي وحده من عائلته كتانونسي بان ديفيد سارتيزن مات من بعد معاناه طويله مع المرض. وبزاف ديال الناس واخا ما كيعرفوهش واخا ما عمرهم ما شافوا وجهه حسوا بزاف ديال الحزن عليه حيتاش مسكين عامين وهو هكاك ناعس في الناموسيه ومن بعد مشى للسبيطار وشحال من حاجه. فديفيد تحول من انسان اللي كان كيثير بزاف ديال الشكوك والتساؤلات لانسان اللي تعاطفوا مع الناس وحسوا بالشفقه عليه. القناة الثالثة اللي غنشارك معكم اليوم هي ديال ميشا بو. ميشا بو كانت واحد اليوتيوبر اللي عامرة بالحيوية كانت عزيزة على الناس. كتلقاو لي كومونتير ديالها كاملين كيشكروها وكيقولوا بانها كتشارك معاهم بوزيتيف فايبس وكل شيء. وهي كانت القناة ديالها ديال الفاشن كتوري الناس كيفاش يديروا دوك دي اي وايز كيفاش تصايب شي حاجة لراسك. وكانت ديما فرحانة وكتضحك وكيف ما قلت لكم كانت عزيزة على المتابعين ديالها. في اود 2013 ميشا غادي تحط واحد الفيديو كتصايب واحد الماكسي دريس يعني واحد الكسوة طويلة. وحطت داك الفيديو ديالها عادي ومن بعد قالت للمتابعين ديالها غادي نتلاقى معكم في الفيديو الجاي. ولكن مع الاسف الفيديو الجاي ما عمرو ما غادي يجي. ميشا كانت ناعسه في دارها اللي ساكنه فيها هي في لوس انجلوس وغادي يدخل عليها صاحبها غادي يهرس عليها الباب وغادي تيري فيها. وماشي صاحبها هو الاكس ديالها. وصراحه قلبت غير بالخف ما تعمقتش بزاف في القضيه هذه وما لقيتش السبب. نقدر من بعد نعاود نقلب ونقول لكم شنو وقع لميشا. المهم الاكس ديالها قتلها. ومع الاسف كان داك الفيديو ديال الماكسي دريس اخر فيديو في القناة ديالها ديال يوتيوب. رابع واخر قناه هي ديال كيلي تابلتون. هاد القناه ديال كيلي كانت فاميلي شانل يعني كانت قناه عائليه كتبين فيها وليداتها وراجلها وكل شيء وعايشين حياه مزيانه. وبداو القناه ديالهم في 2008 وبقاو دائما كيحطوا الفيديوهات كيحطوا الفيديوهات خارجين هما في الدار هما كيديروا شي حاجه. المهم كيشاركوا اليوميات ديالهم عادي. وفي الفيديوهات كنشوفوا بان هذه عائله عامره بالحب يعني باينه كيبغيو بعضياتهم بزاف بزاف. واي واحد شاف الفيديوهات ديال كيلي ما عمره ما يقدر يتخيل شنو كان يتسنى العائلة. عامين من مر محلو القناة ديالهم كيلي غادي تحط اخر فيديو. فيديو ديالها هي وبنتها الكبيرة كيشطحوا وبنتها سميتها ايسي. وفي صندوق الوصف كتبات بان هاد الفيديو هادي سنين وهما كيوجدوا ليها حيت كانت فيديو ديالها هي وبنتها كيشطحوا في ستيج ديال شي مدرسة يمكن ولا شي سنتر ولا شي حاجة. واول مرة غادي تفتح قلبها للبوبليك ديالها وغادي تقول لهم بان بنتها عندها التوحد. ومن بعد غادي تختفي واخا غيبقاو يسولوا فيهم الناس وكلشي ما غادي يجاوبهم حتى شي واحد ما يعرف حتى شي واحد شنو واقع ليهم. وفي 2013 من مورا 3 سنين ديال الاختفاء هاد العائله هادي غادي ترجع لنا اليوتيوب ولكن بمحتوى اللي مختلف تماما 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 على داكشي اللي كانت كديرو قبل. هاد الفيديو اللي غتحط كيلي كانت فيها 20 سكوند يعني 20 ثانيه وسميتها تيبيكال داي يعني نهار عادي او يوم عادي. وهاد الفيديو كانت ديال كيلي كتغوت ربي اللي خلقها وكتبكي وايسي بنتها اللي عندها التوحد كتضربها. ديسكريبسيون كانت كتقول بانها كانت كتعرض للعنف من طرف بنتها ايسي وكانت كتعيط لراجلها باش يجي يعتقها وقاست الكاميرا وبدا داكشي كيسجل بلا ما ديرها بالعاني. وفاش لقات ديك الفيديو هي تقرر انها تحطها في يوتيوب باش تشارك المعاناه ديالها مع الناس. قالت بان ايسي مع مرور ديال الوقت ولات عنيفه عنيفه بزاف وبانهم عايشين معها العذاب. وكيلي ما كانش عندها غير لاشين يوتيوب كان عندها حتى واحد البلوغ كانت كتحط فيه كتكتب فيه وكلشي. مور ديك لا فيديو حطات فيه التصويره ديالها في السبيطار بسبب ايسي اللي فاتها
حتى كنخصها تدخل طبي. وفي الفيديو اللي مور هادي كنشوفوا ان ايسي كتعدى على واحد جوج ديال الناس كيخدموا في واحد السنتر اللي دخلوه ليها باش تعالج، حيتاش في الدار ما يمكنش مابقاوش قادرين ليها، كتهرس كلشي كتبقى تعاير وتضرب. وهاد القضيه هادي دارت بوم لدرجه انهم دازوا في الاخبار عده مرات. المشكله هي ان كيلي وراجلها ما يبقاش عندهم الفلوس باش يخلصوا داك السنتر الايسي، وغادي خصها ترجع للدار، وهنايا نايتمير اولا الكابوس غادي يعاود يبدا، وهاد المره غيكون صعب وخطر من المره الاولى. فاش ايسي رجعت للدار غادي تبوستي كيلي اخر فيديو، هاد المره اخر فيديو بصح في يوتيوب، وداك الفيديو ديالها هي وبنتها معنقاها وكتغني هي وياها، ماشي كيغنيو يمكن كيصليو. وهاد الفيديو ما غاديش يكون هو الاخر حيت كيلي قررت تحبس يوتيوب، غادي يكون لسبب اخر. شهرين من مور داك الفيديو ديال صلاه الاخر غتجي كيلي عند بنتها وغتقول ليها بغيت نمشيو انا وياك في واحد الكامبينغ تريب، يعني بغيت نمشي غير انا وياك نخيمو. ومشاو فعلا داروا داك البيكنيك ديالهم، كلاو وكلشي. ومن بعد كيلي قالت لايسي سيري تسنيني في الطوموبيل، انا غادي نجمع هادشي اللي باقي هنايا ومن بعد غادي نجي عندك نرجع للطوموبيل. فعلا كيلي جمعت داكشي ومشات للكوفر غادي تشد الفاخر اللي كانوا جايبين معاهم وغادي تشعلو وغادي تسد عليها هي وبنتها. وكيف ما كنعرفوا الفاخر راه كيطلق واحد الغاز سام اللي يقدر يقتلنا الا بقينا كنشمو في شي بلاصه اللي مسدوده، وهذا الشيء كيعني انها كانت باغا تقتل بنتها وتنتحر. وهاد الرحله اللي دارت مع بنتها ما كانتش بيكنيك، وانما هذا هو اللي كان البلان ديالها، حيت ما بقاتش قادره عليها غلباتها، ما عندهمش فلوس باش يدخلوها للسونتر، ما قادرينش عليها في الدار، شافت بان هذا هو الحل الوحيد باش تريح بنتها وترتاح. فاش كيلي بدات كدوخ بداك الغاز السام بقى عندها شويه ديال الوعي، صيفطات لراجلها اخر ميساج وقالت ليه شنو 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 غادي ندير. هو غير وصلوا داك الميساج عيط ل 911 و911 خرجوا في رحله بحث عليهم ديك الساعه. وربعة ديال السوايع من بعد غادي يلقاو ديك التراك الطوموبيله ديال كيلي، ومن حسن الحظ ولا مع الاسف ما عرفتش صراحه غادي يلقاوهم بجوجهم حيين. ايسي البنيته كانت الحاله ديالها صعيبه صعيبه بزاف، دخلت في كوما 3 ايام، ولكن كيلي دغيا رجع ليها الوعي ديالها، مشات للسبيطار بطبيعه الحال، ومن بعد داوها الكوميساريه باش يستجوبوها وغادي تعتقل وغادي تحكم بمحاوله القتل ديال الطفل. وما عرفتش صراحه شحال من عام حكموا عليها، ولكن راه باقا لحد الان في الحبس. ومشى دكتور فيل حتى لعندها دار معاه واحد المحادثه في الحبس. اغرب بارت هاد القصه هادي هي التعاطف ديال الناس مع كيلي ماشي مع ايسي. عرفتوا لي كومونتير كاملين كيقولوا ليها باننا كنفهموك، بان صعيب تعيشي مع طفل فيه التوحد، بانها كانت باغا الخير لعائلتها وداكشي علاش دارت هادشي، بان هاد الخطا ديال الدوله حيت ما واخدش ان شارج هادوك الناس اللي بحال ايسي وكيصيفطهم لديورهم وهما راه مراضين. والمهم كان واحد التعاطف غريب 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 معاها. والا كانوا هاد القنوات يقدروا يبينوا لنا حاجه وحده، فغادي يبينوا لنا كيفاش الناس كيقدروا يعيشوا حياه ويبينوا لنا في السوشيال ميديا حياه اخرى، كيفاش مثلا هاد العائله الفيديوهات ديالهم كانوا سعيدين وباينين بحال العائله المثاليه وهما راه ما خفيه كان اعظم. كانت هذه هي الفيديو ديالنا ديال اليوم، قولوا لي نتوما كي جاوكم هاد القنوات هادو. مازال الصراحه عندي شي قنوات لي استاج الاخر اكثر من هادو، المهم بديت لكم بهادشي خفيف غير باش نشوف واش يعجبكم هاد الكونسيبت. الا عجبكم نقدر نبقى كل مره نجيب لكم شي قنوات هكا اللي غرابين، ولا نجيب لكم شي قناه اللي غريبه 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 بزاف وندير عليها بوحدها فيديو باش نحلوها مزيان. فقولوا لي الا عجبتكم القضيه نديروها، ما عجبتكمش القضيه ماشي مشكل، رجعوا لداكشي ديالنا القديم. وشكرا بزاف 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 على الحب اللي كتعطوني في كل فيديو، والله اللي خدتكم عليا نتوما اللي كتخليوني نكمل في هادشي هذا. نقول لكم حتى لا فيديو الجايه. باي باي.